في 4 في مترين ضرب اوكي عرفت. السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفينيتي جيمينج، واليوم رجعنا لكم مرة ثانية في حلقة الثانية من لعبة Layers of Fear 2 الجزء الثاني. طيب خلينا نكمل. طبعا آخر مرة نحن وقفنا في هذا المكان، المكان المرعب، فرجاء إذا ما شفت الفيديو قبل سير قبل وشوفه. أيوة هنا وقفنا، أيوة كذا وقفنا هنا في الممرات. أيوة وش أوه يا رجعت تري وزادي خالص. أوكي شكرا على النصيحة القيمة. I believe in you. والله ما حد قالش I believe in you. ايوه وين هنا؟ هلا هلا بالعيال. شنو هذا؟ Wake up Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. يعني مختصر مفيد وايش هذا؟ ربطة يعني؟ جلد ما شاء الله. يلا اللي بعرف. اوب شنو هذا؟ هل هذا بني آدم ميت؟ هلو يو ار يو ذير؟ اوكي ما حد. اوكي شباب الحين مو الخطة. ايوه حصلنا على الكود يا حبيبي. شنو هذا؟ القرش الميت. يعني في سلاح وفي بوق، اللي ما يعرف البوق يعني هرن شباب، وفي تلسكوب. اوكي وفي شرير ما علينا. هلو اوكي وين تو الخطة؟ ايوه هنا. اوب باسورد. من فين اجيب لك باسورد؟ باسورد شباب. ايوه اكيد هنا. لا هذا شلينا ما في باسورد. باسورد يا طيب باسورد حو. من هذا؟ اوف مزقني الحس. باسورد يا طيب. ماكو باسورد. والله ماكو باسورد شباب. باسورد انت اللي داخل. اي اللي هنا ويك اب. باسورد لو سمحت بعدين موت. باسورد وارجع موت عادي طبيعي. باسورد يا شباب. هلا والله بالله. 036 استغفر الله. 036 اوكي كيف اغير بي؟ ما يروح فوق. اوكي 0 3 6. هلا والله. افتح الباب يا ولا. وايش ذا البيبان القديمة؟ والله بساط وازولية ذي. اوبو شنو هذا؟ ايوه حلو. شباب انا ضايع مقفل. ها هلو. ها السلام عليكم. طيب ممكن نجلس مع بعض؟ طيب وش اسوي فيك انا؟ تشرب لي نبيذين ليش وانت وحدك؟ طيب وش اسوي؟ حزين هذا شكله. هذا وش القفص هنا؟ اوب شنو هذا؟ كرسي متعلق. اوكي فوش المطلوب؟ وش المطلوب؟ اوه هذا وش؟ فين اروح طيب؟ هنا في هندل. اوكي شيل عليه. ايوه ايوه
لا طيب يلا دوري دواري أنا ممكن أدور. الله جميل ندور بالا يا طيب يا وليدي. وش صار في راسك؟ أوكي مشغول شكله ما جالس يجاوبني. وش هنا فيه؟ أكشن. أوكي لحظة لحظة هذا وين؟ ريميكس. سمع الصوت. اوكي هنا وش هذا الكرسي لازم اوكي في لغز يا شباب في لغز. اتوقع هذا المربع يعني نخلي هذا الكرسي. اشوف هذا الكرسي كيف هو اتوقع. اوكي اتوقع شباب مطلوب منا ننزل هذا الكرسي في هذا المكان، يعني المفروض انك انت لو دارس علوم الهندسة بتجيبه بسهولة. يلا وانا لعبات الهندسة كيف شباب الحين؟ تخطيط ايوه 2 في 4 في مترين ضرب اوكي عرفت. شوفوا كيف الخطة. ايوه الله اكبر ريميكس. لا يا شباب يعني توق جالسين نمدح نفسنا كذا. كذا مزبوط؟ ليش يا وليري؟ اوكي حبيبي يا اخي المفروض يعني شوي ايوه شوي لم يتبقى الا القليل لم يتبقى الا القليل اقول لك لم يتبقى الا القليل. ايوه الله عليك الله عليك. اها عادي عادي ما صار شيء. اصلا انا احب هذا الالعاب وليك يا وسخ بوكس حيوان. ايه في مكان هنا ما رحنا كبس. اوي ايوه الله اكبر يا اخي تو خلصنا من النسقات والله العظيم شنو هذا. طيب خلاص وقف. ايوه وش هذا؟ These images, memories of you. They've been haunting me. Okay. And yet you cling to them. Because without me, you have nothing. والله. Okay. كلامه صح يعني ليش؟ وش فيه؟ Hello. شو عم تسووا؟ يا جماعة وين الخطة؟ ايوه كي حلو في صوت اكس. اوكي الله الله محترقة. اوكي شباب اتوقع ان لازم نروح. ليش كل شيء مسكر؟ اتوقع لازم نروح ورا هذا. أرجوك ليكم مسكر كل شيء مسكر. أوكي وأنت؟ أها لا لا يا شيخ ما وقتك تخترب ما وقتك. Damn it man damn. هذا شوف شباب نتفق من الآن أي حركات ملوش لازمة مش حلعب والله. أوكي الحين طبعا تغيرت الخطة شباب أشوف كأن في أسهم زيادة. هوب شنو هذا؟ طباشير. I'm back, Bahardi. Scouted out the whole area. Yes. Looks like there's a trail we can follow. Follows. Hi. Left by fellow pirates, no doubt, to lead us to a safe harbor. Okay. فهمت يا شباب؟ يعني المقصود فيه ان هذا الطباشير لازم نسوي فولو.
ليش عم يخترب؟ نسوي فولو. اللي ما عمل لي فولو يعمل لي فولو. ايوه الغرفه دي انا اعرفها شباب. هذا الغرفه اللي يصير في البتاع. ايوه طبعا هذا الداقوس ايام اول كان كذا شكل الداقوس شباب. اوه قطوه. قطوه جميله. قطو. اوكي نشله اكل حل قطو. ايوه طبعا هذه غرفه المستقبل. اي شنو هذا؟ اوه شو عم تعمل؟ اوكي اركض. ايوه اوه هذا شنو؟ اوكي بليز ما بدنا مفاجعات. ما بدنا مفاجعات رجاء. يقول ان هذا الطريق. هلا هلا انت وش؟ انت ما عندك وضعيات ثانيه غير هذا الوضعيه؟ ها؟ خبر عليك. هلا والله. هلو. ايوه اصوات اصوات. شنو هذا؟ مستر هاري the fastest vessel ever built ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard quietly. Quietly. اتوقع اذا شفنا داخل يا شباب في حاجه بيطلع. ايوه 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 ها ها شوي. ايوه لا يرجع. ما في شيء للاسف. يس هوز ذس. اوكي باللغه الثانيه كتابتك خايسه. تايم اند ديسكريبشن اوف ذا اك. اوكي يقول لك الساعه 10 في بريك اوفر و10 ونص في لايست ريبيت. اوكي واتش اوفر. اوكي ان شاء الله. ما في شريط ثاني ممكن نشوفه؟ ايوه وش هذا؟ الله اكبر. طيب يعني وصلنا لين هنا وفي دويري بس للاسف ما استفدنا اي شيء. في اي شيء فوق هنا؟ ما فيش حاجه. هذا في اكس عليه. اوكي هذا خلاص خضينا. ايوه بسم الله. المكان هذا يخرع يا شباب. هذا الصوره في ايه؟ ايوه اوكي يعني يقول لك هذا الشارع تقدر تروح سيره وتلف يسار. سترك يا رب. هلو. ها هلا. لا والله ما اريد اكثر. السلام عليكم. السلام عليكم. سكلوزمي سكلوزمي. جيف مي وان مهلبيه. ما يرد عليه. ليش مسكر؟ طيب هذا اتوقع المكان اللي يسوي فيه المسرح لمحبين المسرح شباب. هذا هو المكان المسرح. شوفوا هذا المكان غاوي. يلا نطلع فوق. استعمرنا نطلع نركب السفينه. اوه هنا في حاجه نلفها. شنو هذا؟ اوه لا اوكي. الف. شو عمر يا سوق يا رجال. شو بدكم؟ هذا الباب تو. لا حول ولا قوة. ايه ده؟ ايه ده؟ انزل كم بس؟ كيف انزل؟ كم بس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. كسرنا الدرك. ايوه لازم نتبع هذه الخطوط. ايوه وش هذا؟ فاست مستر هاري. Too many of them scurvy dogs to take head on. Really? I want to go home. You want to go home? Master, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Yes. You have to be strong enough, yeah? Okay. الظاهر إنه في بنت وفي ولد صغير مسكين حاب إنه يرجع للبيت. Okay. حصل المفتاح شباب. أيوة. شنو هذا؟ لكن ما يصير كل. اوبس. يا المدفع.
فرعتنا. ايوه نطلع فوق. ايوه هلا والله. يس تشمس. السلام عليكم. وير از ذا اكزيت؟ فين المخرج يلا ما تنطق. اوكي ما حاب يتكلم معي. مقفول. اوكي ايوه وش هذا؟ انه العيد. وصر وصر و... لا 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 يا اخوان والله ما احب وش هذا؟ انه الكوينز. ماذا ذهب بالغوازي؟ وينتو؟ وينتو؟ ايوه هنا. ايوه احس شوف شباب هذا الزولية ترى ميدن تركيا. ما عليكم. ايوه لا 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 من غير مفاجات. اتوقع كذا خلصنا شباب. والله انا فرحان اني وصلت في هذه المرحله. طيب شباب هذا كان نهايه حلقتي لهذا اليوم. اتمنى انك انت استمتعت ورجاء اضغط لايك اذا عجبك الفيديو واضغط لايك اذا ما عجبك فيديو واضغط على سبسكرايب عشان يوصل لك كل شيء جديد. سلام.